دكتور معتز، هل مشروع الدولة مهدد نتيجة سوء الإدارة من قبل قوى كانت تحلم بالثورة لكن مش بالضرورة عندها قدرة قيادة الدولة؟ يعني أرجع لإجابة السؤال الأولاني، هو في بعض الأحيان بيبدو الأمر كما لو إنها ما هياش ثورة، هي ما بدأتش ثورة في معظم الأحيان، هي كان لو خدت جزء من كلام الأستاذ طارق هي كانت ضد بعض السياسات. يعني الناس أول ما خرجت في مصر في 25 يناير ما كانش بتقول يسقط النظام ولا إرحال ولا كانوا بيتكلموا على الانتخابات، كانوا بيتكلموا على وزير الداخلية بشكل محدد، إنما الأمور تداعت لأسباب تتعلق بسوء إدارة النخب لعملية التمرد اللي بدأت في شكل المظاهرات في البداية وانتهت في النهاية انه الناس دي unfit to rule، ما هياش قادرة على ان تحكم الدولة ولا انها توجه سياساتها على النحو اللي يضمن بقائها. بيضاف لكده حاجة احنا عارفينها في العلوم السياسية استاذنا الدكتور حسن موجود، يعني اللي هي فكرة التوازي في اشكال الانقسام، اللي ده اللي بيؤجج الطائفية، انك في الاخر خلاص بتبص لبعض الدول بص لان في تركز شديد لناس بتنتمي لنفس الطائفة وربما بتتكلم نفس اللغة وبتدين بمذهب معين او بديانه معينه في مكان محدد، او بتخف قبضه الدوله عن حكام عن تبسط كامل سلطانها على كامل حدودها، بيبقى دي فرصه لهؤلاء انه يخرج عن الدوله المركزيه وتدعي على الاستقلال. يعني ما مش يعني لو خدنا السودان مثال شهير، في ناس في الشمال وناس في الجنوب، ده انقسام جغرافي، اللي في الشمال مسلمين او يغلبوا على الاسلام واللي في الجنوب يعني مش مسلمين. كل ما تضعف الدوله تستمع الى دعوات الانفصال. تمام. طيب انا هسال الاستاذ طارق الحميد عشان بحاول استفيد من الوقت اللي هو معنا فيه عبر الساتلايت. استاذ طارق، السؤال يا سيدي هو كيف ترون الدور الإيراني، وهل تعتقدون أنه الحوار الإيراني الأمريكي الذي سوف يبدأ قريبا سيتمكن من احتواء إيران، وهل إذا تم اتفاق حيكون على حساب دول المنطقة، أم أنت ترى أنه الصدام قادم لا محالة بسبب تعنت الإدارة الإيرانية، وبالتالي من الممكن أن تشهد المنطقة أشكال من العنف وأشكال من التصعيد يقودها الحرس الثوري الإيراني في خططه بالنسبة للمنطقة؟ يعني أنا كنت أريد أن أعقب على الدكتور حسن، بس سؤالك هو التعقيب لما تفضل وقال إنه في أطراف أخرى خارجية تراقب المشهد من إسرائيل ومن خلافه. أعتقد إيران من أهم الأطراف التي لا تراقب المشهد، لأنه لا يجوز لي أنا أن أساوي بين إيران ودول الخليج، لأني على قناعة تامة وإن تباينت الرؤى إنه دول الخليج تريد الخير والاستقرار إلى مصر، لكن ما تريده إيران وما تفعله إيران، ومثل ما تفضل الدكتور حسن لما قال أنه عملية تهميش الدول أو إلغاء مفهوم الدولة بدأ منذ فترة طويلة، وهذا كلام حقيقي، وأعتقد للدقة أكثر من 12 أو 13 سنة بدأت عملية تفكيك الدول والتشكيك في مفهوم الدول، والدور الرئيسي في هذا الأمر لإيران. أنا أحد الإعلاميين اللي جوبهت بكثير من الحملات والانتقادات عندما كنت أذكر بأنه إيران وإيران، الأحداث كلها اليوم تقول أنها إيران. في سوريا عندما تجد شخص مثل قاسم سليماني لا يغيب عن دمشق، وهذه معلومات من معظم الأطراف. ممكن تشرح للسادة المشاهدين من قاسم سليمان أخي طارق؟ الجنرال قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس ويتبع مباشرة إلى المرشد الإيراني، وهذا الرجل هو الذي كان ضالع وهو الذي كان يدير ملف العراق، والآن هو المسؤول عن لبنان، هو المسؤول عن سوريا، هو المسؤول عن العراق، رجل نافذ ومتمكن، وهو من يدير كل القوات الإيرانية بكل أدواتها خارج إيران، موجود الآن لتطبيق الخطط الأمنية في دمشق. ولذلك تستمع من وقت إلى آخر عن المربعات الأمنية التي تقام في دمشق، هي نفس المربعات الأمنية اللي قيمت ضد الثورة الخضراء في إيران في 2009 تقريبا. فإيران لها دور فاعل جدا في المنطقة للوصول للمفاوضات مع أمريكا على ملفها النووي. حسنا، إذا راحت إيران أن تفاوض في الملف النووي مع الأمريكان، ما هي الأوراق التي موجودة لدى الطرفين، لدى الأمريكي أو لدى الإيراني لتقديمها على طاولة المفاوضات؟ هل المفاوضات ستكون بمعنى أن الأمريكيين سيقولوا للإيرانيين كفوا عن هذا البرنامج وسنطلق سراح أموالكم الموجودة في أمريكا؟ أعتقد لا، المسألة أعقد من ذلك، ولا تأخذها على تحليلي أو تحليل الضيوف الكرام، خذها من كلام الرئيس الإيراني. الرئيس الإيراني عندما كان في نيويورك في الاحتفالية الخاصة في الأمم المتحدة شهر سبتمبر
سبتمبر في مقابلة مع الإعلامي الشهير الأمريكي تشارلي روز، نجات كان يتكلم على أنه إيران تستطيع أن تقدم لأمريكا أكثر مما أمريكا تتخيل. نجات كان يقول لماذا نختلف والقواسم المشتركة بيننا كثير، تريدون أمن الخليج سنساعدكم، تريدون الاستقرار في أفغانستان سنساعدكم، الآن التيارات الإسلامية تمتد في العالم العربي والإسلامي، نحن نستطيع أن نقرب وجهات النظر. فبدون شك قناعتي بأنه أي تفاوض هو سيكون على رؤوسنا نحن تحديدا أبناء منطقة الخليج العربي. ولذلك من الملفت للنظر تصريح لوزير خارجية البحرين أن دول مجلس التعاون الخليجي تطالب بأن يكون لها حضور في اجتماعات 5+1. ولذلك أنا أعتقد أنه 2013، وأنا هنا يعني أقول لك ما سمعته من مسؤول عربي كبير كان له علاقة في قضية الحرب الأيام الثمان في غزة في المفاوضات والتواصل مع الإسرائيليين، فسألته إذا كان يعتقد بأن 2013 سيشهد موقف حاسم في إيران من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، فقال لي أنه دائما خذ التحليلات الإسرائيلية أو خذ التصريحات الإسرائيلية وأضف لها 3 أشهر إضافية. فقال لي إذا شفت الانتخابات الإسرائيلية القادمة في شهر يناير تقريبا أضف لها 3 أشهر. قال أنه الجميع الآن متأكد أنه على الربيع سيكون هناك أمر ما تجاه إيران بتحرك من إسرائيل أو من خلافه. لو تشوف الحملة اللي انطلقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الانتخابات الإسرائيلية اليوم هي الحملة لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني. كل هذه المؤشرات تقول أنه إحنا مقبلين على أمر ما. قد يقول أحدهم هذه المؤشرات من 8 أعوام، لكن أنا أعتقد فقدان إيران للحليف الاستراتيجي في المنطقة وهو بشار الأسد، أعتقد أنه هذه أكبر ضربة تلقاها المشروع الإيراني الخميني منذ الثورة الإيرانية. أنا أعتقد أنه المارد الإيراني فجأة قطعت أيديه وبقى واقفا وحده في المنطقة بعد الضربة في سوريا. قد يقول البعض أن التيارات الإسلامية في مصر أو في تونس أو في مناطق الدول الربيع العربي الأخرى قد تتحالف معه. أعتقد أصبحت الأمور الآن أصعب مما كانت، كان في الماضي من السهل التحالف معهم بهذه الطريقة. ولذلك لا عجب أن تجد أحمد نجاد أول من هنأ الرئيس المصري بعملية تمرير الدستور في مصر، قرار الدستور في الاستفتاء على الدستور في مصر. فلذلك أنا أعتقد أن إيران خطرة، إيران خطرة في سوريا، إيران خطرة في البحرين، إيران خطرة في اليمن، إيران خطرة في لبنان، إيران خطرة في الخليج كله. قد يقول قائل أنتم تصورون إيران وكأنها القوة العظمى، الحقيقة 30 عام أو 40 عام من عمر الثورة الإيرانية تقوم على تصدير الثورة وتقوم على تحقيق أهداف حقيقية لها في المنطقة موجودة من لبنان إلى الدول الأخرى خلافها. يكفي اليوم أن نعرف أن الأزمة في سوريا تحتاج إلى $1 مليار شهريا، من يمولها؟ روسيا لا يمكن أن تمول $1 مليار شهريا، من يفعل ذلك هي إيران، لأن إيران تدرك خطورة ما هو قادم. فأنا أعتقد إضافة للكلام اللي تفضلوا فيه الأساتذة الكرام، أنا أعتقد 2013 يجب أن لا تغيب إيران من الرادار العربي، لأن أعتقد من مصلحة إيران أن تزيد الصدع في العلاقات العربية العربية، أن تزيد التشكيك بين العرب. أعتقد أن إيران مقبلة على لحظات خطيرة قد تدفع فيها ثمن تهورها 30 عام، والإشكالية أنا أعتقد أنه هذا قد ينعكس على أمن المنطقة وأضرار في أمن المنطقة بشكل غير طبيعي. آخر سؤالين عشان وقت الساتلايت بالنسبة لي معاك، وأنا كان نفسي يكون عندي وقت أكتر. سؤالين: كيف تتابع الأخطار التي تتهدد الأردن، وكيف ترى حلحلة الأمور في لبنان وارتباطها بالملف السوري؟ بالنسبة للأردن، معلوماتي من الأطراف المعنية، وقد يكون هذا كلام نوعا ما حساس للمشاهد المصري، وأتمنى أن الوقت يسمح لي أحظى بالتعليق على أي تعليق حيجي على كلامي. في قناعة في الأردن بأن هناك مؤامرة تحاك ضد الأردن لتأجيج الشارع الأردني، وأن هناك مؤامرة لتدعيم مواقف المعارضة في الأردن وهي الإخوان المسلمين في الأردن لكي يحظوا أو لكي يسيروا على خطى الإخوان المسلمين في مواقف أخرى. هناك دعم عربي للأردن، هناك تفهم دولي للأردن، هناك رغبة حقيقية عند القيادة الأردنية وملك الأردن للتعامل مع هذه الأوضاع. لا أستطيع أن أقول أن الوضع خطر جدا الآن، ولا أستطيع أن أقول أن الأردن عبر الأزمة، ولكن المحير والملفت للنظر هو التعامل بعض الأطراف من أجل تأجيج الصراع في الأردن أو من أجل تمكين المعارضة في صراعها مع الدولة في الأردن. وخصوصا إذا شو يعني مثلا أنت فجأة تلقى الخلافات في الأردن على الأسعار،
فجأة تلقى الخلافات على الفساد، فجأة تجيك حرب غزة الثمانية أيام فيصبح الخلاف على حرب غزة، وكأن الإصلاح أصبح عملية استنزاف في الأردن. فلذلك هذا وضع الأردن، وأنا أعتقد أنه من الصعب الجزم فيه، لكن لا أرى بأنه بهذا الخطر الكبير الآن. قد يكون الأردن مر بالمحطات الصعبة، لكن أعتقد أيضا فيه هناك أمور أخرى، فالمسألة متأرجحة. بالنسبة للموقف في لبنان، أعتقد الأزمة في لبنان الآن من الصعب التعامل معها أو تحليلها بدون أن ترى ما يحدث في سوريا. قناعتي أنا أنه حزب الله مهما فعل للدفاع عن بشار الأسد، حزب الله في النهاية هو مكلف بالملف الإيراني. إذا كان في توجيه ضربة إسرائيلية إلى إيران، فهنا ستجد حزب الله يحرق لبنان ويحرق المنطقة. أنا أعتقد أن حزب الله مثله مثل إيران أدركوا بأن وقت الأسد قد انتهى. الخطورة تكمن في مدى ما سيقوم به حزب الله بعد سقوط الأسد في خدمة المشروع الإيراني، إنه هو عدم استقرار سوريا تحويلها إلى دولة فاشلة. وأيضا في خطر آخر، ما بعد الأسد ما لم تكن حكومة حقيقية بنهج حقيقي مفهوم الدولة، لن أدخل معك في متاهات المصطلحات السياسية، ولكن أقول لتعزيز مفهوم الدولة، بمعنى أن لا يأتي شخص في سوريا يرغب بالانتقام من حزب الله فتتحول إلى صراع طائهي ما بين لبنان وبين سوريا. أعتقد هذه ليس في مصلحة أي طرف في المنطقة. أبا أقول لك شيء، يمكن أنا من الصحفيين المعروفين في موقفي تجاه الثورة السورية وأني مناصر لها. الأسد مجرم، الأسد طاغية، الأسد سمه ما شئت، لكن إذا كان ما بعد الأسد هو الانتقام الطائفي فهذه كارثة على المنطقة كلها، وهذا أمر يجب أن لا يتم، وأمر يجب أن لا يسمح به من الآن وليس بعد سقوط الأسد. فلذلك لبنان أنا أعتقد أنه يعيش على صفيح ساخن، لبنان متخوف، لبنان قد تنفجر فيه الأمور بكل الأوضاع. استمعت لأطراف من طرف السيد وليد الجنبلاط، من 14 أذار، من أطراف أخرى، الجميع في حالة ترقب وخوف. والإشكالية الكبرى في لبنان، أستاذ عماد أنت تعرف لبنان أكثر مني، انعدام الثقة بين جميع الأطياف في لبنان، لا أحد يثق في أحد اليوم. فلذلك لبنان وضعه خطر جدا. أخي طارق، أنا عاجز عن الشكر على المساهمة القيمة اللي حضرتك قلته. طبعا حننتهز فرصة إن هيكون الساتلات خلص ومفيش وقت إنك تسمعنا، فحنقعد نتكلم على كل الكلام اللي أنت قلته وننتقم منك في أثناء غيابك. لكن إحنا بنشكرك جدا على الدكتور حسن. ما تخافش، هيردوا غيبتك، ما تخافش. شكرا لك. بعد الاستراحة الإعلامية نواصل الحوار. شكرا للأستاذ طارق الحميد. بعد الاستراحة تابعونا مباشرة.